وللحديث أكثر عن تفشي فيروس كورونا في العراق والفشل الحكومي في مواجهته ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. سيد إبراهيم، بداية أهلا بك. مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المتزامن مع ارتفاع أعداد الموتى بالفيروس، هل ترى أن الحكومة تعمل وفق خطة منهجية للحد من انتشاره؟ مساء الخير لكل مستمعيك. اكو تخبط بالقرار الحكومي. يعني الان لجنه الازمه بعيده، لان المحافظين يتحكمون ببعضهم، بغداد تخبط ببعض، الرصافه ببعض، فاكو تخبط باتخاذ القرار. يعني الاطباء دائره صحه بغداد الكرخ ومديرها العام ومستشفى الفرات بيعملون عمل جيد. يفترض بخلية الأزمة أن تستدعيهم ويخلون الناس على بينة، فهم يعملون في واحد في واد وهذول يعملون في واد آخر. الآن مستشفى أبو ذيقان وأبو الكربلة يقول إحنا منذ 4 أيام دازين الإسوابات، يعني التحاليل، إلى المختبر الصحة المركزي وما جاءت نتيجة إلى الآن. يعني هذول حاجرهم حاجرين 12 14 واحد ينتظرون النتيجه، والنتيجه مو جايه من بغداد. فاكو تخبط بالقرار، اكو بالتحليل. يعني مختبر صحه مركزي بس واحد بكل العراق، يعني كل المحافظات، بغداد كلها ترسل الى هذا المختبر. نعم. دكتور ابراهيم، اكمالا للمعلومات التي اوردتها قبل قليل عن صحه كربلاء، وأنت تعلم أنها توقفت عن إعلان الإصابات بسبب ما قالت إنه عطل في المختبر المركزي ببغداد، باعتقادك هل إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين يمكن أن يحل الأزمة؟ أكو نعم هو ما يحل الأزمة، بس أكو قلت لك أكو تخبط. شوف، إلى قبل أسبوع كان خلية الأزمة جت إلى ملجأ العامرية على أساس تسوي موقع شو اسمه موقع حجر صحي. هذا غلط داخل المدينة داخل السنتر. الآن اللي جتني معلومة يتخذون سجن أبو غريب، سجن أبو غريب يحولوه إلى مهجر بالحجر الصحي. بكل الدول العربية الأردن فاقت، صارت متقدمة علينا. الأردن بالبحر الميت الفنادق وحجروا وطلعوا نتائج. احنا بصراحة الأطباء العراقيين هسه الان اخذوا البيرميشن، يعني الامريكان بداوا يستخدمون الكلوروكوين، هيدروكسي كلوروكوين، يعني الاطباء العراقيين استخدموه، وبدليل النتائج الريكفري، يعني الشفاء 112 حاله شفاء، يعني هذا مؤشر جيد. نعم. رغم الامكانيات الضعيفه، التعبانه، اسرت الاجهزه التنفسيه، اتهمت عليها، بس رغم كل هالشيء اوعدوا، بس الحكومه غائبه. كل الحكومة. نعم. دكتور إبراهيم. نعم دكتور إبراهيم، هناك مخاوف كما تعلم في العراق حول دفن جثث المتوفين جراء الفيروس، ومن ثم حرموا من إجراءات التشيع الشرعية كما تعلم طبعا. علميا، هل الفيروس باعتقادك ينتقل عبر الموتى إلى الأحياء؟ أخي، من الفيروس أول شيء مو حي، هو البكتيريا حي، الفيروس مو حي. الفيروس ما يطب الجسم، هي من يتغذى على الخليه اللي هي خليه الجهاز التنفسي الرئويه، يحتوي، اتهمت عليها. هذا من تموت من يموت الانسان تموت وياه، ما يعدي. انا ما ادري من وين جايب هاي المعلومه. نعم، يعني اساسا احنا نعم سوري. نعم، لك ان تتفضل باكمال الاجابه ان كان هناك ثمه ما تود اضافته يا دكتور، تفضل. اي السيد العزيز، احنا بالمعلوماتنا الطبيه والعلميه، الانسان اكو فد فيديو صاير بايطاليا، الشخص مسلم مات والاطباء 2 مسلمين قاموا عليه الصلاه. نعم. غسلوه، قاموا عليه الصلاه، يعني نورمال، طبيعي. هذا بعدين عرف ديني، يعني هسه الناس مو خايفه من الموت، خايفه للجثه، ما يعرفون المتوفي مالتهم وين. انا مسؤول عن كلامي. نعم. انا طبيب صار لي 40 سنه، وهاي الوبائيات انا داخل بيها.
اي اصابه بالفيروس، اي اصابه بالفيروس من يموت الانسان تموت ما يعدي الانسان. الجثه الميته ما تعديه سيدي العزيز. نعم. دكتور ابراهيم، الامر تعدى الاهالي وقلقهم الى ما يشبه القرارات الحكوميه غير المكتوبه، تمثلت في رفض معظم مقابر بغداد دفن ضحايا الفيروس، بما تفسر ذلك؟ هل هو مبرر؟ صحيح، هو هذا اللي هسه في مدينه الثوره، في مدينه الصدر، فهمت علي؟ فجوا افرانيه، يعني الناس من ورا ما ينطوهم الجثث، لا يقبلون يتخذون قرار ياخذوه ويدفنوه وينطون معلومه لاهله، فهمت علي؟ هذا اكو تشبث، اكو فد شيء خلل. وين الخلل صاير؟ بصراحه وزاره الصحه لا حول لها ولا قوه. يعني حتى الناس المتنفذين بها الموجودين على خليه الازمه مو بالقدر المطلوب. نعم. في سؤالي الأخير لك دكتور إبراهيم سليمان، وأنت العارف بهذه المعلومات، يعني الغرب يحرقون تلك الجثث دكتور، بماذا إذن تفسر التعاطي الغربي مع جثث ضحايا كورونا؟ لماذا يحرقونها؟ لا، الغرب عندك أنت إسبانيا وإيطاليا يعني حتى ألمانيا، الألمان أخذوهم بالكنائس. نعم، اليوم انا بالالمان وحده شو اسمها المانيه مع زوجها بالكنيسه يسلمون، بس الاعداد الغفيره والمستشفيات القليله. نعم. يعني كل مستشفى باليوم الواحد 800 و600 ميت، ما يقدرون يجون يتصلون باهله. وتعرف انت ترى الغرب مو مثلنا، الغرب هسه مثلا الاحفاد مالته والدنيا بغير دول ما موجودين، وكلهم اعمارهم فوق ال 60 فوق ال 70 سنه. نعم. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.